انت هربت قبل كده من المعسكر ايام هنري ميشيل؟ لا، مين اللي قال كده؟ حد عمري، بيقول لي اخبار مزربه. عمري ما سبت من المعسكر، عمري ما خرجت من المعسكر في فرنسا. بيقولوا لا، ده في فرنسا ده كانوا سابوني انا، ما قيدونيش، ده مشوني والله. والله ده لما النادي الزمالك استغنى عني انا رجعت من فرنسا. طلبت ان انا انزل على طول لان خلاص كان في معسكر. واتفاجئت ان انا ما اتحطيتش، انا كنت في معسكر في فرنسا وانا ما اتقيدتش، ودي قصه بقى يعني اتعملت فيا. فاتفاجئت، حتى اللعيبه اتفاجئت، وانا مش اتفاجئ، والدنيا اتفاجئت هنا، حتى انا استغربت. مثلا لما اتاكدت المعلومه جات لي بالليل، فانا بكلم الجهاز قال لي احنا ما نعرفش، طب اتاكدوا الصبح. اتاكدوا الصبح، حتى كانت جايه انا ويامن، يامن بن زكي. وبعدين لما جينا الصبح نتاكد، ده بص بقى كمان اقول لك، يعني جت انا ويامن بالليل عشان اعرفك الناس مش عارفه. الصبح لما جم يتاكدوا طلع انا ومحمود محمود.